السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الشعر او لا زيت لتساقط الشعر اللي شعره فارغ او اللي عنده الشعر من القدام ما كيكونش فيه زغب مزيان او لك كيكون خاوي بالنسبه لي انا كنديرها وما كنتش كنديرها لبنتي حقاش كانت باقا صغيره وابتداء دابا بديت كنستعملها ليها آه فالحمد لله آه يعني بانت واحد النتيجه اللي هي زوينه نضت ليها الخلفه آه بدك يعمر كيعمر ليها شعرها وكيقوى هنا البنات كاين تارة تارا حبه راس كاين آه الكاركادي وكاين آه زرعه البسباس كاين الحرمل وكاين آه القرنفل آه نتمنى من الله ما نكون نسيت حاجه وكاينه سرغينا آه هذه هي زرعه البسباس نتمنى من الله ما نكون نسيت شي حاجه بالنسبه للبنات لهاد الوصفه والله حتى زوينه ومجربه آه بصراحه بزاف آه بزاف الناس كيستعملوها و زعما عطاتهم واحد النتيجه اللي هي زوينه وحتى انا كنديرها وقلت نشاركها معكم علاش لا بالنسبه لبنتي ما كنتش كنستعملها ليها ولكن كل اللي كيستعملها الصغار انا ما كنتش كنستعملها ليها دابا الحمد لله دارت 3 سنين بديت كنستعملها ليها شعرها كان خاوي بزاف من القدام فارغ لواحد الدرجه ما تصوروش عندها الزغبه ديالها رهيفه ودابا وليت كنديرها ليها فما شاء الله بدا شعرها كيتزاد وبدا شعرها كيقوى وكتخ هذيك القد... القدام ديال شعرها بدا كيعمر وبدات كتنوض ليها الخلفه هنا البنات اخذت هاد العشوب كناخذ شي مقله اللي كتكون ثقيله وكنهبط البوطه وكنبدا نسخنهم شويه حتى كيسخنوا وعاده غادي ندقهم وماشي غادي ندقهم حتى حتى زعما يوليو بودره شويه نخليهم شويه انتم غادي تشوفوا كيفاش مهم غادي نعود لكم هاد العشيبات باش من نكون ما نسيتش شي حاجه آه كاين البنات الحرمل ها هو وهذا اللي وريتكم كاين الحرمل كاين زريعه البسباس وكاين الكركدي الكر وكاين تارة وكاين حبة راس وكاين سميتو وكاين هذيك سرغينة وكاين القرنفل نتمنى من الله ما نكون شي حاجة مهمة البنات هاد الوصفة غزالة 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 جربوها البنات وردوا عليا الخبار جربوها غادي تلاحظوا الفرق والله تستعملوها غير 15 يوم غادي تلاحظوا الفرق غادي تحسوا بشعركم بدا كيعمر وغادي تلاحظوا اكثرين في في, في القدام ديال الشعر غادي تشوفوا الخلف بدات كتنوض كيف ما كنقولوا حنايا فجربوه البنات والله حتى زوينين قلت نشاركهم معاكم مادام خديتهم باش ندقهم قلت نشاركهم معاكم هنا البنات كندير بحال هكا مقيله وكندير البوطه مهيله وكنبقى نديهم هكا ونجيبهم حتى كيسخنو وغادي نحيدهم من من فوق البوطه وغادي ندقهم انا في المهراز في الماكينه عندي خاسره غادي نلوح لكم واحد الفيديو تشوفوني كيفاش خسرت الماكينه او كيفاش خسرت الطحانه فغادي ندقهم البنات غير بيدي بالمهراز وغادي نخلطهم مع زويته العود هنا راه كان عندي القرن في البحدو فغادي ندق هذاك القرن في البحدة وهاد العشوب غادي ندوم ندقوم هنايا في المهراز وبالنسبه للبنات قلت لكم هالحرمة للبنات البنات اللي ما كيعرفوش واش كيكون صغير وور. وبالنسبه للبنات قلت لكم الزيت انا كنخلطهم بالزيت البلدي اه اللي كيكون بلا ملح يعني تكونوا متاكدين انه بلا ملح حنا يكون الزيت يعني مطحون على يدنا عارفين ما فيهش الملح داكشي علاش نستعمله أه في البنات اللي عندهم الزيت مطحون على يدهم هذاك زوين ولكن اللي كتشريها هكا من الزنقه ما كتكونيش متاكده واش فيه الملح ولا ما فيش المهم من, آه من بعد ما دقيتهم ها البنات شوفوا كيفاش دابا راه في الغربال ها انتم شاط غادي نعاود ندكو وشوفوا كيفاش كيخرجوا شفتم وغادي ندوز البنات دابا باش غنديرهم في قريعه الزاج أه انا ماشي كندير بزاف كندير غي شويه هنا هاد القرعه الكبيره ديالي انا وبنتي وهاد القرعه الصغيره ديال عكوزتي او لحماتي كي لا واش كيقول كي ليها آه هنايا غادي ندير هنايا انا غادي ندير جوج معالق كبار او لا ثلاثه على حساب عينكم ميزانكم البنات انا هنا درت جوج وبالنسبه ل أه العكوسي انا كنقول ليها امي باش ما نتلفش بالنسبه لمي غادي ندير ليها غادي ندير ليها معلقه وشويه وكنضيف عليها زيت العود وكنسد القرعه وكنمخدها مزيان حتى كيتحرك هذاك الزيت كيتلبس في هذوك العشوب يعني هذوك العشوب كيفزقوا بزويته وكنخليها كان أه كنديرها في شي بلاصه مظلمه يعني ما تشوفش الضو هكا كنخليها واحد المده ديال اسبوع هكا وصفو كان دهن نشقق بها الشعر بالنسبه للبنات اللي كيقول لك لا واش غنديرها قبل الحمام ولا انا البنات كندهن بها يوميا ماشي زعما حتى نبغي نمشي للحمام كندهن بها فاش كنغسل بنتي شعرها كندهن ليها عادي ماشي خصني ندهن ليها وعاد نديها للحمام ولا دهني عادي كيف ما كدهني شعرك شوفوا هنا بنتي كي كان شعرها من القدام كان خاوي ما شاء الله دابا بدا كيعمر هنا راه غير واحد التصويره وقربتها لكم وكان شعرها خاوي دابا شعرها بدا كيعمر من الله سبحانه وتعالى ان تنال اعجابكم هذه الوصفه وما تنسوش تخلوا لي التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني وكتخليني دائما نعطي الجديد اه حتى لهنا البنات غنقول لكم السلام اه عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمتم في رعايه الله مع السلامه